ان كمان معانا دلوقتي الكابتن احمد سامي. الكابتن احمد سامي مساء الخير. اولا مبروك النهارده، نقدر نقول طبعا مبروك لان العوده من الهزيمه 3-1 ل 3-3 قدام نادي الزمالك اعتقد مكسب على المستوى المعنوي، كمان في طريق ان شاء الله يعني الثقه في النفس وعوده الثقه للجهاز الفني الجديد وكمان اللاعبين. ده كابتن هاني الله يبارك فيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله، ده كرم من عند ربنا، واحنا كجهاز يعني الكابتن احمد حموده مدرب عام وخميس جعفر مدرب، ومعايا قيمه كبيره طبعا الكابتن احمد ناجي. انا اتشرفت ان هو يعني شغال معايا في الجهاز، لان الكابتن احمد ناجي ده تاريخ يعني. صحيح. لا طبعا، وكابتن احمد حموده طبعا من الناس الكوادر الجيده جدا، اشتغل في وادي دجله وجهاز فني. اعتقد المهم كابتن احمد سامي ان الفتره اللي جايه اعتقد في تارجت وفي هدف ان نادي سموحه، ويمكن انت لما تعاقدت او اتكلمت مع المهندس فرج عامر ان في تارجت السنه دي ان اكيد يبقى نادي سموحه في حته تانية، في حته مختلفه. وخلينا اكلمك بكل امانه، انت كويس انك دخلت معايا على الهوا، عشان كمان احنا كنا اتكلمنا شويه انتقادات على حضرتك في موضوع الانتقال من نادي طنطا لسموحه. ده وارد، وانا بكلمك كل امانه، احنا كاعلام من حقنا نشوف الايجاب والسلب. النهارده بتعمل حاجه شايف انها حاجه محترمه تكمله لمشوار الكابتن حماده صدقي، لكن خلينا اقول ازاي يعني ازاي انت شايف مشوار سموحه اللي جاي. يمكن مباراه الزمالك خطوه، لكن انت كمان شايف السكه جايه ازاي او طريقك بالنسبه لسموحه في الدوري للفتره اللي جايه، يعني عندكم 8 او 9 ماتشات كمان، شايفها ازاي؟ انا بشكر طبعا باشمهندس فرج عامر على ثقته فيا ودعمه ليا، وانا متعاقد مع سموحه سنه ونص. السنه دي فاضل حوالي 8 ماتشات، هنحاول بشكل كبير نعمل تصور ونحاول ناخد مركز كويس، والسنه الجايه ان شاء الله نبني عليها للسنه الجايه اللي هي اهم. السنه الجايه اهم بالنسبه لنا، وانا برضو خلي بالك انا طبعا مبسوط اني عملت رجعت للماتش مع فرق، بس عندنا ماتشات صعبه جدا كتير، ويعني طبعا نقطه ايجابيه نقدر نبني عليها، بس اللي جاي طبعا اصعب. اكيد الكابتن طبعا العوده من 3-1 ل 3-3 وكمان التغييرات، يعني كنت شايف ان في تغييرات عملت فارق كبير جدا في المباراه. اكيد انت طبعا من خلال حتى في الفتره اللي كنت موجود فيها من خلال تحليل المباريات اذا كان في الاذاعه او في التلفزيون، كنت ملم بنقط الضعف والقوه في فرقه سموحه ومعظم فرق الدوري. لكن خلينا نتكلم برضو على حاجه ايجابيه، انك تتعامل في المباراه في اخر ربع ساعه بهذا المنطق، والتغييرات كانت تغييرات ايجابيه، ده طبعا شيء يحسب لك ويحسب للمجموعه العمل اللي معاك. يعني انا ما كابتن هاني انا بحب الكوره الهجوميه، وفي نفس الوقت حته التوازن وهي مهمه جدا. طبعا كان عندنا مشاكل كبيره في النواحي في الثغرات، لكن انا كنت مشغل اللعيبه على مساحات معينه في ظهر الفرقه، في ظهر فرقه الزمالك كان فيها مساحات كبيره. فطبعا التغييرات، بالنسبه للتغييرات انا لعبت بديفندر واحد وناصر ماهر لعبته يعني ديفندر متقدم شويه، على اساس كان في ميز باص كتير جدا في نص الملعب. لعبت نص ملعب ونزلت ما كنتش بتوصل بسرعه للثلث الهجومي يعني. بالظبط، فانا خليت ناصر ماهر يعمل الدور ده، وده برضه في نوع من الريسك، يعني برضه ناصر ماهر من ناحيه دفاعيه مش زي الديفندر. صحيح. فانا كنت بعتمد على حته ان انا هيبقى معايا كوره اكتر، وفي نفس الوقت اعمل كثافه هجوميه عن طريق ان مكي يبقى تحت حسام، وطبعا كان محمد نادي هو طرف وديريك طرف تحت حسام حسن. انا بالنسبه لي انا ثلاثه لما توصل النتيجه، انا عملت التغيير ده اخر ربع ساعه خدت فيه ريسك، لان انا بالنسبه لي مش هتفرق انا ان انا اتغلب ثلاثه واحافظ على النتيجه. انا مش هو ده اللي انا جاي امسك سمعه عشان كده، لا انا ما بلعبش لعب مقاولات او تجاري، انا جاي الهدف وطموح معين انا عايز احققه في النادي الكبير اللي انا ماسكه والجهاز اللي معايا واللعيبه، وفي نفس الوقت طموح رئيس النادي. لا مبروك يا كابتن، ان شاء الله خطوه طبعا على المستوى الفني خطوه ايجابيه جدا، بالتوفيق طبعا ليك ولنادي سموحه وكل الفرق المصريه. شكرا جزيلا كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه.